عسلامة ومرحبا بكم على قناتنا الأخبارية الحياة لافي. كيف ما تعودتوا في كل يوم عنا أخبار وأحداث جديدة ومتنوعة. اليوم عنا خبير مزيان كيفكم، لكن قبل كل شيء ما تنسيوش لايك اشتراك تفعيل الجرس فضلا وليس أمر ليصلكم كل جديد. وكما تعرفوا أنه الطعون ثلاثة سي انتهيت اليوم، والثلاثة ترفضوا لأنهم رفعوا باطلا، فقط بيحبوا يربحوا شوي وقت درش فيش يحذروا. اليوم بعد رفض الطعون الثلاثة يتم إعداد تقرير النهائي الخاصة باستفتاء 25 جويلية. أشرف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر الاثنين 8 أوت 2022 رفقة نائبة ماهر الجديدي وعضو الهيئة محمد نوف الفريخ على اجتماع بالجهاز التنفيذي للهيئة. قاعدين يحضروا توا للانتخابات القادمة، ويعطيهم ألف صحة، خدموا على رواحهم وما خانوش البلاد وخدمتهم كانت نزيهة وما سلموش من شر الناس إلا أنهم مواصلين. وخصص الاجتماع للنظر في اعداد التقرير النهائي الخاص بالاستفتاء يوم 25 جويلية، بالإضافة إلى تحضير المواعيد الانتخابية القادمة. وأثنى رئيس الهيئة بالمناسبة على الجهود التي بذلتها بنات الهيئة وأبناؤها لإنجاح الاستفتاء على مشروع الدستور في ظروف زمني وجيزة، معربا عن ثقة مجلس الهيئة في قدرتهم على إنجاح باقي الاستحقاقات الانتخابية بما ركموه من خبرات وتجارب في سنة 2011. إن شاء الله مبروك علينا وعليكم الاستفتاء وهوك نجاح والدستور الجديد باش نبداو به إن شاء الله في القريب العاجل. ما عادش عندنا منش نخافوا، وتوقعتين يحضروا القانون الانتخابي التشريعي الجديد، وإن شاء الله بإذن الله زادة باش تنجح وتمشي تونس في الخط الصحيح اللي سيروا رئيس الجمهورية لا وهو خط الإصلاح. وما تنسيوش 90% الجانب الاجتماعي اللي عطاه رئيس الجمهورية للشعب اللي بإذن الله السميع العليم باش نفوزوا به على كل ناكر ونكير اللي يحاول يتنكر للشعب التونسي. اليوم أصبحنا نحي ونحطه كيف ما نحبه احنا. اليوم معنا كلمة مسموعة، نخرجوا للشارع ونقولوا الرئيس ينفذ ما غير واسطات كاذبة. الحمد لله يا رب العالمين. ما تنسيوش لايك اشتراك تفعيل الجرس. وقبل كل شيء عندي لكم خبير اخر يعمل 66 كيف عنا عدة مشاريع مازال ما حكيناش فيها، من ثم في الجانب الاقتصادي قاعدة تويكة تصير في تونس بصراحة شيء كبير برشا، وان شاء الله باش يفرحكم.